تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رصد خبري. ما توقع المدرب الألماني توخيل ولا لاعبو باريس سان جيرمان أنه تفوقهم في الشوط الأول على موناكو وفرضهم السيطرة المطلقة وتقدمهم بهدفين مقابل لا شيء خلال شوط على فريق الإمارة حيكون خبر عالمي في نهاية المطاف. هذا الخبر مش لأنهم اتألقوا ولا لأنهم قدموا شوط رائع، بل لأن الطاولة انقلبت عليهم في النهاية وخسروا. موناكو فاز بفضل تألق فولند الألماني المنتقل إلهم في أواخر أيام السوق الصيفية الأخيرة. مدرب موناكو نيكو كوفاتش ولاعب المخضرم سيسك فابريغاس كشفوا أسرار هاي الريمونتادا اللي جعلت مستقبل توخيل على المحك من جديد مع باريس سان جيرمان. صحيفة ليكيب الفرنسية نقلت عن المدرب السابق لبايرن ميونخ قوله: تغير كل شيء بين الشوطين، قلت للاعبين ما بدي أشوفهم بهاي الحال مرة أخرى، بدي الفريق اللي هزم بوردو، بدي الفريق اللي هزم نيس. وبضيف: اتفقنا إنه اللعب بجماعية وسرعة حيخلينا نفوز، فلاعبو باريس سان جيرمان مجرد بشر، هذا اللي حكيته للاعبين. أما البديل ساسك فابريغاس اللي تغيرت الأمور بمجرد دخوله فقال: كنا نعلم بأنه باريس سان جيرمان بدأ يفكر بمواجهة لايبزيك لأنها مصرية بالنسبة له، توقعنا يكونوا أقل شراسة بالشوط الثاني، وعرفنا أنه لو سجلنا هدف حنخلي الضغط عليهم ومش حيكونوا قادرين يقدموا نفس الشوط الأول. فابريغاس أكد أنه قتالية موناكو وخوف سان جيرمان من عدم التأهل في الأبطال كان رهان لاعبي فريقه على اللقاء، وفعلا نجح هذا الرهان. أما المدرب توخيل ونجمه إمبابي فالاثنين اتفقوا أنه الفخ اللي وقع في باريس سان جيرمان ببساطة كان عدم الجدية في الشوط الثاني واعتقادهم أنه الأمور انتهت. باختصار، موناكو آمن بنفسه، عرف أنه همة سان جيرمان في الشوط الثاني حتكون ضعيفة لأنه بفكر أكثر من اللازم في لايبزيك، ونسي يخلص لقاء اليوم اللي كان بيلعب فيه. نوصل هون لنهاية حلقة رصد خبري، وبذكركم كالعادة تشتركوا بقناة سيلفي سبورت على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله.